واحدة من أكثر اللاعبات المتميزات على مدار التاريخ في رياضة كرة اليد، مروة عيد بنت النادي الأهلي وبنت مصر المحترفة في نادي نيس الفرنسي، ضيفتنا من خلال الفيديو كونفرنس. مساء الخير يا مروة، وأهلا بيكي معانا على شاشة الأهلي في بيتك طبعا. مساء النور يا احمد، ويعني ليا الشرف تواجدي معاك، وليا الشرف ودايما بكون سعيده ومبسوطه وانا موجوده في قناه النادي الاهلي، بيتي والدعم الاول والاخير ليا، والمكان اللي خيره عليا طبعا النادي الاهلي، فانا بشكرك جدا 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 ومبسوطه جدا على تواجدي معاك. قبل ما ادخل في الكلام والحكايات، انا بس عايز اطلب منك حاجه، لانه انا شايف في قصصك حاجات كتير جدا تستحق انه احنا نقف عندها، ويمكن بس الانترفيو من خلال الفيديو كونفرنس مش هيسمح لي بده، فتوعديني اول اجازه تكوني موجوده فيها في مصر تكوني مشرفاني هنا في السادسه. اوعدك اوعدك والله، ليا شرف ويبقى شرف كبير ليا جدا ان انا اكون موجوده معاك، طبعا انت طيب مذيع متميز جدا وشاطر وكويس قوي، ربنا يكرمك يا رب، واوعدك ان شاء الله بعد العيد طيب هنزل مصر ان شاء الله، ان شاء الله اكون موجوده ان معاك، شاء ليا الله، الشرف طبعا يعني. بارول دونير زي ما بتقولوا عندكم في فرنسا. بالظبط كده. كل سنه وانت طيبه طبعا. وانت طيب ورمضان كريم عليك الله وعلى اكبر. كل اسرتك الكريمه وعلى كل جماهير النادي الاهلي واي حد ينتمي الى القلعه الحمراء النادي الاهلي. ميرسي يا مروه، وكل سنه وانت طيبه وكل حبايبك بخير يا رب دايما. خليني ادخل في الموضوع، انت والحقيقه يمكن يعني انا لفت نظري جدا، طبعا انا عارف ان ليكي مشوار مهم جدا وحافل جدا مع النادي الاهلي، 14 سنه من 97 لغايه اللحظه اللي احترفتي فيها 2010، معلومات دي بتقول انك حقيقة. انت ما خسرتيش ولا مباراه غير مباراتين طول المشوار ده مع النادي الاهلي. فيعني لو حبيتي تلخصي الفتره اللي انت انضميتي فيها للنادي الاهلي وقضيتيها مع النادي الاهلي. والله يمكن انت عندك حق فعلا، ان يمكن انا عمري ما خسرت بطوله خالص، او يكاد اكون عمري ما خسرت ماتش غير مباراه او مباراتين بس في مرحله الناشئات، أي وكانت تحصيل حاصل يعني، كانت كده كده كنا حاسمين البطوله. طبعا دي اعظم حاجه حصلت لي في حياتي، انا من الناس المحظوظه اللي لعبت جوه النادي الاهلي، انت عارف في ناس بس بتتمنى انها تعدي جنب سور النادي الاهلي او تخش جوه النادي الاهلي، فاعتقد ان انا كنت من الناس المحظوظه ان ربنا كرمني ان انا اكون موجوده جوه النادي الاهلي واعمل تاريخ جوه، مش انا بس، كمان اختي الكبيره كابتن حنان عيد كابتن النادي الاهلي ومدربه في النادي الاهلي حاليا، واختي الصغيره هي كابتن النادي الاهلي بعدي برضو، ناصر عيد كابتن النادي الاهلي كره اليد برضو. اعتقد ان احنا محظوظين الحمد لله رب العالمين، ده كان حلم وطموح لينا وطموح لاي حد ان هو بس يعدي جنب سور النادي الاهلي، فاعتقد دي احسن واعظم حاجه حصلت لي في حياتي، ان انا شرفت ان انا اكون بنت من ابناء النادي الاهلي. تجربة الاحتراف ازاي حصلت وازاي خدتي القرار، كان في صعوبة ولا لأ؟ والبدايات، حابب اتكلم بالذات عن فترة البداية، احنا بنتكلم طبعا على 10 سنين، مشوار طويل جدا من النجاح، بس خليني ابتدي بالظبط. معاكي من البدايات، ايه الصعوبات اللي واجهتك وازاي قدرتي تتغلبي عليها؟ والله هو من الاول خالص كان طموح بالنسبه لي الاحتراف، لكن بما يتناسب مع النادي الاهلي ويتناسب مع ان انا اخرج بشكل لائق من النادي الاهلي يعني، طبعا كانت المنافسه تكاد تكون منعدمه خالص، في كل السنين اللي لعبت فيها في كره اليد في مصر كنا بنكسب بفوارق كبيره جدا وسكور كبير جدا، كل ماتش حوالي 20 و15 جون، وفي ماتشات بنكسب فيها فرق 30 جون كمان، فما كانش في منافسه خالص، المنافسه كانت معدومه، وما كانش في برضو مشاركه مع المنتخب لان الاتحاد المصري مش مهتم بهاندبول سيدات، فانا ساعتها كنت خدت القرار، وكان وقتها ساعتها كان كابتن حسن حمدي هو رئيس النادي الاهلي في الفتره ديت، وكابتن احمد الخطيب هو نائب رئيس النادي الاهلي، ولما جالي العرض الفرنسي بعرض من فرنسا من درجه ثالثه، ان كان لما بدات المشوار من تحت خالص يعني من درجه ثالثه في 2010، والنادي الاهلي كان وافق، وكنت اول مره اتشرف بلقاء فيه مع كابتن محمود الخطيب، كان في وقتها كان هو نائب رئيس النادي الاهلي وحاليا كان نائب رئيس النادي الاهلي، كان شرف كبير وعظيم ليا جدا جدا ان انا اقعد معاه واتكلم معاه، وساعتها مضيت على بياض مع النادي الاهلي، والنادي سابني وما طلبش حتى اي فلوس ولا اي حاجه، كابتن الخطيب قال لي احنا كلنا وراكي، وده حاجه عظيمه جدا تكوني اول بنت مصريه تحترفي، طبعا وبس ومن ساعتها وسافرت 2010 واحترفت والحمد لله رب العالمين، تدرجت من درجه ثالثه لدرجه ثانيه، خدت سنتين ورا بعض هدفت الدوري كل حاجه لحد ما ربنا كرمني، وصلت الحلم الاساسي الرئيسي ان انا كنت العب دوري ممتاز، وربنا كرمني ومضيت مع نادي نيس كان حوالي 2015، وبعدها بسنه بالظبط بقيت كابتن فريق نادي نيس، وكنت برضو من الناس اللي شرفت ان انا اكون كابتن فريق نادي الاهلي، وبقيت كابتن فريق نادي نيس الفرنسي، وكنت اول بنت عربيه تحصل على شارة قياده النادي الاوروبي،
فالحمد لله يعني كان الموضوع كان صعب جدا في الاول، وعامل اللغه والكلام ده الكلام ده كله طبعا، بس الحمد لله فضل دعاء امي وابويا واهلي واخواتي واصحابي والناس اللي واقفه كتير جدا جنبي قدرت اوصل، والحمد لله بقى لي 11 سنه في فرنسا يعني، فالحمد لله يعني. طبعا اللي مره بتحكيه بسرعه ده، لا ده قصص وصعوبات وتحديات بحاول ألخص بس أنت واصرار قلت لي لخصي. وعزيمه ماشي ولكن في النهايه نموذج مشرف. واللي يهمني كمان ربنا انك يخليك. انت فتحتي الباب، يعني انا بيتهيالي زي ما بنقول كده مو صلاح في الكره رفع سقف الطموح عند لعيبه الكره في مصر ان هم يلعبوا ويحترفوا في اكبر الانديه، انا بيتهيالي انك فتحتي الباب لبنات مصر ان هم كمان يخوضوا تجارب مش بس في الهاندبول. انت اول بنت مصريه تحترف في كل الرياضات مش بس في الهاندبول، مظبوط؟ على ما اعتقد ايوه، على حسب معلوماتي يعني اللي هو ايوه طبعا، ده كان طموح وكان حلم بالنسبه لي، وكان ريكورد نفسه اعمله قوي اه والحمد لله ربنا كرمني بيه. يمكن انا لخصت لك بس بسرعه كده، لكن طبعا اي دول 11 سنه عدوا من عمري، بس الحمد لله رب العالمين انا راضيه جدا على مشواري وراضيه على اللي انا عملته. اللي خاض ف التجربة يا مروة، اللي خاض التجربة بيبقى عنده المفاتيح يقدر ينقل طبعا اللي جاي من بعده، نقدر ولا ما نقدرش، وعشان نقدر ايه نقدر المطلوب مننا. في غيرك لاعبات كتير جدا في مختلف الرياضات مش بس في الهاندبول بيتهيالي ممكن يكون عندهم حلم مشروع جدا ان هم يحترفوا في الخارج. طبعا طبعا نقدر، هي اهم حاجه ان انت وعندك حلم وتحاول توصل له، لان انا فعلا ده كان حلم بالنسبه لي يعني، هو ده حلم وانا حلمته وتخيلت الموضوع في دماغي وفضلت اعافر 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 لحد ما اوصل له الصراحه. فاهم حاجه ان لازم يكون عندك الموهبه، لازم تكون مصدق نفسك كويس قوي، لازم تكون اهلك واقفين جنبك. يمكن انا لما سافرت 2010 برضو كانت لسه الى حد ما فكره ان بنت تسافر وتحترف وتعيش لوحدها او تلعب كوره اصلا ما كانتش لسه قوي موضوع معروف في مصر يعني الى حد ما، لكن دلوقتي اعتقد وجهة النظر اتغيرت جدا، بقى في بنات كتير قوي قوي عندهم مواهب كتير قوي يقدروا يشاركوا يقدروا يلعبوا يقدروا يشرفوا بلدهم. فأي بنت عندها طموح وعندها الأمل وعندها الحلم دوت، خليكي واثقة في نفسك، خليكي واثقة في إمكانياتك، اتعبي واشتغلي وربنا سبحانه وتعالى ما يضيعش مجهود حد يعني. فاجتهدي وتعبي واحلمي واسعي انك تحققي حلمك، ما فيش حاجة في الدنيا دي مستحيلة أبدا يعني. اللي لفت نظري وانت بتتكلمي، وبالمناسبه يعني مروه الحقيقه حتى من قبل ما تسافر تحترف في فرنسا كانت واخده افضل جناح ايسر على مستوى افريقيا، وكانت واخده لقب هدافه افريقيا، يعني البنت الحقيقه من الاول حتى ومن هي موجوده في النادي الاهلي واضح ان عندها امكانيات كبيره. ولما بنتكلم على الهاندبول يا مروه انا عارف انه مصر متميزه جدا في الرياضه دي على مستوى دي حقيقة. الاعمار المختلفه، بس لفت نظري جدا فكره ان احنا ما عندناش منتخب سيدات، يعني اذا كان عندنا لاعبات باين ان عندهم قدرات حتى لما بيحترفوا مش مجرد مشاركه، لا هي مشاركه ومؤثره، ليه ما فيش منتخب سيدات في كره اليد؟ والله يا احمد يمكن انت عندك حق فعلا، ان انا كنت من الناس القليله اللي لعبت 3 بطولات رسميه مع منتخب مصر يعني، وشرفت طبعا ولعبت في 2010 و2012 2004 و2010 و2012 واخدت احسن جناح ايسر زي انت ما قلت وهدفت افريقيا. هو ده اللي خلاني كان عندي هدف وطموح اساسي ان انا اسافر واحترف، ان انا اثبت للناس ديت لا ان الهاندبول السيدات يستحق ان هو يبقى عندهم منتخب، يستحقوا التدعيم ويستحقوا كل الامكانيات اللي بتتقدم للولاد، اعتقد ان البنات يستحقوها. فكان ده هدف وطموح بالنسبه لي، لان انا كانت المنافسات المحليه بس مع النادي الاهلي تكاد تكون منعدمة يعني، ما فيش منافسة مع كامل احترامي لكل الأندية يعني، ما فيش منافسة تكاد تكون يعني. فعشان كده كان هدف وطموح بالنسبة لي إن أنا أثبت للناس أو الناس المسؤولة عن رياضة الهاندبول سيدات في مصر إن لا إحنا عندنا ناس ممكن تثبت ويبقى ليها اسم وليها تاريخ بره. فده كان طموح بالنسبة لي وكان هدف مهم جدا وقدرت أحققه إن شاء الله. ليه ما فيش منتخب؟ السؤال ده أنا سألته كتير قوي 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 لحد ما تعبت منه الصراحة، فعشان كده خدت بعضي وسافرت. فاعتقد ان السؤال ده يا احمد يتسال لرئيس الاتحاد المصري لكرة اليد يعني، مش ليا انا. طيب خليني اروح معاكي للاهلي شويه، لانه انا عارف رغم انك سافرتي من اكتر من 11 سنه بس ما زال الاهلي وما زال ارتباطك بالاهلي، يمكن احنا لسه عارضين صوره ليكي في نهائي افريقيا الاخير القاضيه، ممكن كنت موجوده في من داخل الملعب، فانت ارتباطك بالاهلي ما انقطعش حتى رغم سفرك الفتره الطويله دي. عمره ما يتقطع ابدا، لان انا بالنسبه لي النادي الاهلي بيجري في الدم كده، حاجه بتجري في دمي. ده المكان اللي خيره عليا وخيره على بيتي وعلى اي حد ينتمي لعائلتي اصلا. فالنادي الاهلي هو بيتنا كلنا، مش ناس كتير قوي ما تعرفش ان احنا
النادي الاهلي هو اللي ادانا كل حاجه خالص، من اول اختي الكبيره كابتن حنان عيد، انا اختي الصغيره نصر عيد كابتن النادي الاهلي، النادي الاهلي هو اللي علمنا كل حاجه، احنا شفنا جوه النادي الاهلي كل حاجه ما كناش شفناها قبل كده في حياتنا، فعشان كده بالنسبه لنا النادي الاهلي حاجه كبيره قوي. ويمكن الموضوع ده دخلني في مشاكل كتير قوي 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 قوي، بالذات ماتش القاضيه ممكن دوت الاخير، ايوه. بس يعني كل لا شيء في الدنيا يكون بس يعني المشكله دي بتهيألي برضو رغم انها كانت مشكله، لكن بتهيألي اظهرت لك قبل ما تظهر واكدت لك قبل ما تاكد لاي حد تاني قد ايه الناس بتحبك وقد ايه الناس بتدعمك وقد ايه الناس والمصريين كلهم كانوا موجودين واقفين في ظهرك. دي حقيقة فعلا والله، يعني انت مش متخيل، كانت أزمة صعبة شوية بس الواحد عداها بالناس اللي حواليه، الواحد عداها بالناس اللي بتحبه، الواحد عداها بجمهور الأهلي، فعلا جمهور الأهلي ظهر، جمهور الأهلي ظهر وسند ليك، كمية ناس وقفت جنبي، كل جماهير النادي الأهلي، كل رواد السوشيال ميديا، كل من ينتمي للنادي الأهلي صراحة، ودي حاجة فوق راسي هتفضل جميل في راسي العمر كله، يعني فوق راسي صراحة، فعشان كده بقول لك أي حاجة تهون اللي أنا شفته وردود الأفعال من جمهور النادي الاهلي ظهر وسند ليك، هي دي ميزه النادي الاهلي، هي دي قوه وعظمه النادي الاهلي، ان انت بس عشان منتمي للنادي الاهلي دايما ليك ظهر وليك سند، بس واضح فهي دي عظمه جمهور النادي الاهلي. انك على طول بتحبي كرة القدم. انا يعني في معلومة جات لي قبل الهوا على طول انك انت كنت بتلعبي كرة قدم قبل كده، مظبوط؟ دي حقيقه صح، كنت بلعب في وادي دجله وادي ومنتخب دجلة. مصر صح، لعبت في وادي وبتشجعي دجله الريال ولعبت في منتخب، صح؟ وبتشجعي، بشجع مبروك يا بعد النادي ستي. الاهلي بشجع ريال مدريد دي حقيقه. مبروك على فوزه مع ليفربول، ومبروك على فوزه امبارح على البارسا. بنبارك لك بما انك انت من مشجعات الريال. دي حقيقة فعلا، يمكن النادي اللي بشجعه بعد النادي الأهلي هو ريال مدريد صراحة، يعني بشجع العظماء، يعني النادي الأهلي طبعا، ريال مدريد، بوكا ايوه. جونيورز، ميلان، اللي هي الناس العظيمة دي. يعني طبعا أكيد كنت مبسوطة امبارح، كان يوم جميل بما إن ريال مدريد كسب، ونتمنى إن شاء الله الله يصعد الأسبوع الجاي طبعا، يعني كل التوفيق لصلاح بس هيعوضها السنة اللي بعدها بقى إن ان شاء شاء الله الله يعني نورتينا وشرفتينا شويه صغيرين دول جدا يا مروه، وعلى ليه وعدك انك الشرف؟ تشرفينا ان شاء الله في الاستوديو على الهوا هنا في السادسه. بشكرك شكرا جزيلا، ليه ميرسي، الشرف؟ شكرا ودايما شكرا بالتوفيق يعني والنجاح. جدا، شكرا ليه الشرف، أشكرك. شكرا. دي كانت مروه عيد بنت النادي الاهلي واول محترفه مصريه في تاريخ مصر بتلعب في نادي نيس الفرنسي معانا، وان شاء الله يكون لينا فرصه وحظ استقبالها هنا في السادسه.